باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في العظة على الجبل خلصنا الأجزاء الخاصة بتعليم ربنا يسوع المسيح من جهة الصدقة والصلاة والصوم، والجزء ده الكنيسة بتقراه على ما سمعنا في أحد رفاع الصوم الكبير، الجزء اللي احنا درسناه خلاص يعني. وهدف الكنيسة لما بتقراه في أحد الرفاع كأنها بتقول هو ده المنهج بتاع المسيحيين اللي داخل معانا في الصيام، واللي هيعيش معانا في المنهج بتاعنا يبقى عارف الطريقة بتاعتنا. فيها ثلاث حاجات: صدقة وصلاة وصوم. خصوصا ان الصوم الكبير في الكنيسة هو الموسم اللي بيعد فيه الموعظين للمعمودية. الموعظين دول هم الناس اللي امنوا بالمسيح وعايزين يتعمدوا، فبنقول لهم تعالوا احضروا معنا لغاية لما يكمل عددهم وتعليمهم وتطمن الكنيسة لإيمانهم فتسمح لهم بالمعمودية. وكان عادة بيعمدوهم ليلة عيد القيامة باعتبار ان انسب معاد لمعمودية الكبار هي ليلة عيد القيامة، لأن المعمودية هي موت وقيامة، فييجوا في الصيام الكبير يعدوهم للمعمودية. فمن أول الصيام أو من قبل ما يبتدي يوم أحد الرفاع كأن الكنيسة بتحط قدامهم المنهج، تقول لهم اللي أوله شرط آخره نور. إحنا العيشة اللي بنعيشها غير عيشة أهل العالم. أهل العالم الشاطر فيهم اللي عنده فلوس كتيرة، احنا عندنا الشاطر اللي هو بيوزع فلوس على الناس. أهل العالم بيفتخروا بحكمتهم وذكائهم واعتمادهم على نفسهم. احنا المنهج بتاعنا ان احنا بنعتمد على الله في الصلاة، واهل العالم بيفتخروا بالجسد، جمال الجسد وزينة الجسد وقوة الجسد، واحنا ناس بتوع نسك وبتوع صيام. كأن الكنيسة بتقول لهم انتوا ناويين تمشوا في السكة دي ولا هتتراجعوا من قبل ما نبتدي؟ نفس الحكاية عملها السيد المسيح لما كان في الموعظة على الجبل، بيحط قدامنا منهج. اللي هيتبعني، السيد المسيح بيقول كده، اللي هيتبعني هيمشي في هذا الطريق وهذه الخطوات: صدقة وصلاة وصوم. يكمل بقى من أول الآية 19. الجزء اللي هناخده النهاردة كأنه ختم على ما قاله السيد المسيح من جهة الصدقة والصلاة والصوم. أول حاجة قال: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. وبرضو ملاحظة مهمة هنا أن الجزء اللي هنقراه النهاردة هو اللي بتجيبه لنا الكنيسة في أول أحد في الصوم الكبير، يعني بعد ما يقول لنا نتخلى عن الأكل وعن المال وعن الذات والرأي الخاص وما يكونش لينا كنز على الأرض، الكنيسة بتشجعنا تقول ما هيكون لكم كنز آخر، يعني ما انتش خسران، بالعكس انت بتعمل حاجة يسموها تحويل عملة. فبدل ما تكنز لك كنز على الأرض، الأفضل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كنوز الأرض
هي المال، مديح الناس، مش كان بينبهنا في كل حاجة ان نتجنب مدح الناس لينا؟ دي كنزة على الارض. واحد واقف يصلي ويطول في صلواته عشان الناس تقول شوفوا الرجل القديس، ده كنز على الارض. حتى الصلاة نفسها تحولت الى شيء فاني، لان مديح الناس هو ده الكنز اللي هو كان بيسعى اليه. وكنوز الارض هي المقتنيات، الملابس والمخازن، وكنوز الارض هي الاكل والشرب والاهتمام المقلق. فالسيد المسيح يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. ليه؟ لان دي عرضه للتدمير، اما السوس او الصدأ او السارقون. السوس والصدأ والسارقون مثلا في حكاية مديح الناس، ممكن الناس يرفعوك فوق ويهبدوك تحت، يقعدوا يمدحوا يمدحوا وينفخوا في الواحد، وبعدين إشاعة صغيرة تخلي كل دوت ينزل على مفيش. واحد بس يشيع عنك ان انت انسان فيك سلبية واحدة، يقولوا آد اللي كنا نفكرنا موسى طلع فرعون، آد اللي كنا بنعتبره كويس طلع أي كلام. يعني إشاعة واحدة ممكن تفسد كل الكنز اللي انت كنت بتكنزه من مديح الناس. بينما لو كان مديحك عند الله مش عند الناس، اللي يقول يقول، ومهما قالوا الناس ضدك من كلام ربنا مش هيصدق، لأن ربنا رفع عارف الحقائق. عشان كده اللي بيخلي كنزه على الأرض في أفواه الناس، هذا الكنز أيضا عرضة للفساد. عشان كده في سفر الأمثال يقول لا تتعب لكي تصير غنيا. يعني إيه دي؟ يعني ما يكونش هدفك أن تكون غني. الحقيقة دي بتفرق كتير جدا بين أولاد الله وأهل العالم. نفسي إحنا نقتني هذا المبدأ. بصوا إزاي. في واحد يتعب في شغله عشان من خلال الشغل يخدم الآخرين ويبقى إنسان منتج، وفي إنسان يجتهد ويتعب عشان يلم فلوس. تقريبا العالم كله ماشي بالمبدأ بتاع يتعب عشان يعمل فلوس، يعمل فلوس، يقولوه حتى بالانجليزي ميكمان، عايز يعمل فلوس، يجتهد علشان مرتبه يزيد او عشان ياخد حوافز او علشان انتاجه يزيد فالفلوس تزيد. مبدأ المسيح مش كده. اللي نفسي احنا نعتنقه ونمشي بيه، السيد المسيح يقول ما تفكرش في حكاية الفلوس دي، فكر في انك تتعب عشان تخدم الناس. تخيلوا الفرق بين طبيب اشتغل ليل نهار ومش بيشبع علشان فلوس تكتر عنده، واحد تاني بيشتغل ليل ونهار ومش بيتعب علشان بيخدم الناس، فرحته ان في انسان متألم يخف ألمه، وانسان مريض يشفى، وانسان كان هيموت وهو انقذه من الموت، فرحان ان الناس بتبقى مبسوط، مش فرحان ان ياخد الفلوس بتاعت جيوب الناس تحطها في جيبه. انتوا نفسكم بتفرقوا ما بين دكتور بتصرف بكده او دكتور بتصرف بطريقة تانية؟ تلاقي سايبين عيان جوه أوضة العمليات مش عايزين يطلعوه إلا لما يدفع الفلوس. أو بعد عنكم ممكن المريض يموت ما يطلعوش الجثمان غير لما يدفع حساب المستشفى. الطبيب اللي هو بيشتغل على إنه بيخدم الآخرين هو دوت المنهج المسيحي. وقس على هذا بقى كل النواحي، يعني المدرس والمحامي وكل إنسان بيجتهد في شغله ويتقن عمله علشان يقدم خدمة أحسن للناس ولا علشان يعمل فلوس. هي دي الآية اللي في سفر الأمثال تقول لا تتعب
لكي تصير غنيا. أقرأ لكم الآية دي، سفر أمثال إصحاح 23، يقول: لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، يعني ما تعملش نفسك ناصح. هل تطير عينيك نحوه وليس هو نحوه؟ يعني نحو الغنى، انت عينيك طايرة ناحية الغنى وليس هو، يعني ما يستاهلش. لانه بس يقول ايه، انما يصنع لنفسه اجنحة كالنسر يطير نحو السماء. الغنى يعمل لنفسه اجنحة ويطير منك، اللي انت عمال تجري وراه جري منك. فالسيد المسيح بيقول لنا احنا المنهج بتاعنا مش ان احنا نتكل على اموال هذا العالم الزائل، ولكن ان احنا نخدم الاخرين. لا تتعب لكي تصير غنيا. وفي سفر الجمع يقول: اذا كثرت الخيرات كثر الذين ياكلونها. هتلاقي الحرامي والمنافق والغشاش يلتفوا حواليك عشان ياخدوا منك فلوسك. اذا كثرت الخيرات كثر الذين ياكلونها. ومعلمنا بولس يقول لتلميذه تيموثاوس في رسالته الاولى اصحاح السادس ايه 17: اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر. يعني مفيش مانع يكون في ناس اغنياء عشان يزعل، لكن يكون بصفاتهم أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. النص ده مهم جدا، تيموثاوس الأولى إصحاح 6 من 17 ل 19. نمرة واحد: خايف على الأغنياء أن يستكبروا. ممكن واحد عشان عنده فلوس كتير يبقى مناخيره في السماء وما يديش اعتبار لأي حد، مفكر أن حياته من أمواله وكرامته في أمواله. للأسف مش كرامته من ذاته، كرامته من أمواله، لأنه ماشي جايز بيبقشش على ده وبقشش على ده، مش حبا في خدمة الآخرين، لكن نوع من الذات والمنظرة والرغبة في السيطرة على الناس عن طريق المال. ونمرة اثنين: لا يلقوا رجاءهم على الغنى. ما يبقاش أنا أملي كله في الفلوس اللي عندي هي دي اللي معيشاني، خصوصا لما بيوصف الغنى هنا انه غير يقيني، يعني مش ثابت. الشيء اليقيني معناه شيء مؤكد، الغنى غير يقيني لانه رايح وجاي. بل على الله الحي. ليه؟ الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. الله بيمنحنا كل شيء، بس ميزة المنحة بتاعت ربنا ان هي تكون بغنى، يعني بيدينا بوفرة. ونمرة اثنين: للتمتع، لأن المال ممكن يعطيني أشياء ولكن لا يعطيني التمتع. وقلت لكم قبل كده إن المال ممكن يجيب لي الدواء لكن ما يجيبليش الشفاء، والمال ممكن يجيب لي الملابس لكن ما يجيبليش الدفى، والمال ممكن يجيب عزال كتير جدا في البيت لكن ما يجيبش السعادة العائلية والتوافق الأسري، والمال ممكن يعمل حاجات كتير جدا لكن ما يشبعنيش، ما بقاش انا من جوه ساتسفايد فرحان. لكن الله يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. وبعدين: اوصي الاغنياء ان يصنعوا صلاحا. كلمه صلاح معناها عطاء. الصلاح في الكتاب المقدس يقصد به محبه العطاء، ان واحد يحب يدي من غير ما ينتظر الرد، وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه، مش أغنياء في المال. أغنياء في أعمال صالحة يعني إيه؟ يعني عنده فلوس ما يبني لنا مستشفى،
يبني لنا مدرسة يعلم فيها الناس مجانا، ما يعمل حاجة يبقى غني بأعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. طب نتيجة كده إيه بقى؟ هيقول مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل بتاع الحياة الأبدية لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. تخيل واحد قاعد على الأرض ومسك في إيده الحياة الأبدية لأنه مش متكل على المال لكن متكل على الله. ده المبدأ المسيحي، يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. الإنسان المسيحي يسلك حسب تعليم ربنا يسوع المسيح من جهة المال. وفي رسالة معلمنا يعقوب إصحاح 5 يقول كلام صعب يخوفنا، خوف الأغنياء. يقول هلما الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة. طبعا هنا يقصد الأغنياء اللي هم متكلين على الأموال. غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل كنار. قد كنزتم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ. يعني مش بس غني ومحوش، ده كمان بيظلم الناس ويبقى عنده فلوس ويدي الفتافيت للناس اللي شغالين معاه. وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. ده الإنسان اللي هو غني ورامي همه على أمواله، مش بيفيد بيها الناس لكن بيتمتع هو بيها في أنانية. في قصة ظريفة كنت سمعتها تقول إن في ملك في أحد البلاد، جايز تكون طبعا يعني قصة رمزية، قام ضده واحد من الشعب يعمل ثورة عشان يخلعه من المملكة ويجلس مكانه. واستطاع الملك ان هو يخمد هذه الثورة، لكنه كان ملك صالح، فبعت للراجل ده قال له تعال انت عايز تبقى ملك ليه؟ قال له هو انت احسن مني في ايه؟ زي ما انت ملك ابقى انا ملك. قال له خلاص امسك انت المملكة بس ما تلغنيش، يعني هبقى انا الملك وانت تبقى المساعد بتاعي ماسك كل المملكة. ما دام شايف في نفسك الكفاءة انك انت تمسك المملكة امسك المملكة، وهيبقى في ايدك السلطان تعمل اي حاجة انت عايز تعملها. بس يوم هزعل منك هنفيك الى جزيرة، الجزيرة الفلانية اللي محدش بيقدر يوصل لها ولا فيها عمران ولا فيها حاجة. فقال له خلاص انا موافق. بدأ هذا الرجل الناصح اللي كان عايز يعمل ملك، كان عنده حكمة، وقال انا ايش ضمني، ما جايز الملك النهاردة يملكني كده وبكرة ينفيني للجزيرة، ما هو الاتفاق كان على كده، فأنا لازم أفكر في بكرة ده. وأنا يعني هبقى مستفيد النهاردة ملك وبكرة منفي، ما أفكر في بكرة. فراح استدعى أعظم البحارة وقال له تقدر توصل للجزيرة دي؟ قال له طبعا أقدر. قال له طب خلاص جهز السفينة بتاعتك. واستدعى أمهر العمال وجاب أحسن حاجة في البلد، ما هو دلوقتي هو في سلطان ويعمل حاجات، وبدأ يبعت للجزيرة دي يعمرها، يبني فيها قصر ويزرع فيها جناين ويسكن فيها ناس ويعمل شغل بحيث تبقى عمرانة.
ساعة لما الملك يقول له تنفل الجزيرة يقول له مع السلامة أنا ماشي، أنا عامل في الجزيرة مستقبل. واستطاع أن يعمر هذه الجزيرة اللي كانت بالنسبة له مصدر تهديد، لدرجة كان الناس هما راجعين من الجزيرة رايحين جايين يقولوا له احنا عملنا وسوينا، فكان قاعد قلبه متشوق امتى الملك يقول له امشي عشان يروح يملك على هذه الجزيرة بدون تهديد. وبعدين هو في الاخر قال للملك انا خلاص كده مش عايز ابقى ملك عندك، هروح الى الجزيرة اللي انت عايز تنفيني فيها، لانها لم تعد بالنسبة لي منفى ولكنها صارت وطن انا اللي معمره. طبعا انتوا فاهمين المغزى من هذه القصة، احنا عمالين نعمر هنا بينما المستقبل بتاعنا فوق. فانا لازم بنصاحة اعمل هذا التحويل، احول العملة بحيث تبقى المكان اللي هروحه يكون هناك مستعد لاستقبالي، زي ما المسيح قال لنا بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، خصوصا ان كنوز الارض عرضة للفناء. ده معلمنا يعقوب غير حكاية الاغنياء دي قال لنا برضو آية عن زبول الغني، لان احيانا الواحد يفكر نفسه ان هو خلاص ضمن الدنيا عشان عنده حبة فلوس في البنك ولا عشان مأمن نفسه بايه. يقول ايه؟ الغني يفتخر بالتضاع لانه كزهر العشب يزول، لان الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره، هكذا يزبل الغني ايضا في طرقه. الحكاية مش دايما. خدوا درس من الفاكهة، اي فاكهة بتشتريها شكلها براق وجميل جدا، لو تركت يومين ثلاثة الجمال بتاعها يزبل وشويتين تعف ولا ليها معنى. اجمل فاكهة اللي هي تقطفها من الشجرة وتاكلها، لكن تسيبها شوية شوف الفاكهة دي حاجة جميلة يعني، لكن حتى هذه أيضا تزبل سريعا. هكذا الغني، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ما هي كنوز السماء؟ حقيقة أنا في اعتباري أعظم كنز للسماء هو ربنا يسوع المسيح نفسه، زي ما بيقول معلمنا بولس في رسالته إلى أهل كلوسي إصحاح 3، يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. هو ده الإنسان الناصح اللي فاهم الحكيم، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ده كنز، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. المسيح هو الكنز، عشان كده يبقى الإنسان المسيحي قلبه مربوط بالسماء. في أشعياء 33:6 قال مخافة الرب هي كنزه. لما يكون واحد بتاع ربنا يبقى الكنز بتاعه مخافة الرب. والسيد المسيح يقول لنا الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، كنز صالح. وقيل عن السيد المسيح مزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم. والقناعة كنز، يقول لك أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ويقول سفر الأمثال في بيت الصديق كنز عظيم. والعطاء، لما السيد المسيح كان بيتكلم مع الشاب الغني وقال له يوزع أمواله على الفقراء قال له فيكون لك كنز في السماء. وفي إنجيل لوقا إصحاح 12 يقول لنا بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة،
واصنع لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفس في السماء. كنوز، كنز مخافة الله، كنز الحكمة، كنز القناعة، كنز العطاء، المسيح نفسه كنزنا العظيم. هذا الكنز قيل عنه في الكتاب ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. بعدين يقول سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسد الكل يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. سراج معناها النور، اللي بينور الجسد العين، لأن من خلال العين أنا بشوف. على فكرة حتى الأطباء بيقولوا إن العين هي الشباك اللي ممكن يشوفوا منه الجسم، يعني دكتور العيون ممكن يبص في العين بالمنظار بتاعه، ممكن يتوقع إن المريض ده ضغطه عالي أو إنه عنده سكر أو إنه عنده حاجة في الكلية من فحص قاع العين. فالمسيح بيقول سراج الجسد هو العين، لأن ده الشباك اللي احنا بنشوف به الدنيا، وممكن كمان الشباك اللي الدكتور يشوف منه داخلي. لكن طبعا السيد المسيح يقصد هنا السراج بمعنى الشيء اللي بيدلني للطريق اللي بيمشيني. فإن كانت عينك بسيطة، كلمة بسيطة عكس كلمة معقدة أو مركبة. فبسيطة معناها إن أنا أشوف الأمور بنقاوة، أدرك الأشياء إدراكا سليما. العين البسيطة عين نقية فيها طهارة كمثل يوسف الصديق، وفيها قناعة كمثل إبراهيم اللي وقف قدام لوط بعين شريرة يبص للأرض ويقول هاخد الأرض اللي فيها زرع، والتاني يقول خد اللي تاخده. عين بسيطة. عين رحيمة كمثل السامري الصالح اللي لما نظر إلى اليهودي المجروح حنت عليه أحشاؤه ونزل ينقذه. عين البسيطة عين تستر على أخطاء الناس، زي عين أبو مقار اللي بنقوله في المديحة صرت كالديان تستر خطايا النفوس، وزي يوسف الصديق زوج أو خطيب العذراء مريم اللي إذ كان برا لم يرد أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا، لأنه طبعا ما كانش عارف أن اللي في بطنها ده من الروح القدس. عين فيها انسحاق كمثل العشار اللي وقف يقرع صدره ومش طايق مش طايل يرفع عينه ناحية السماء. عين تعطي بسخاء، يعني العين الشريرة حتى لو ادى صدقة عينه في الحاجة اللي بيديها، لكن العين البسيطة دي يدي بسخاء زي ما قال معلمنا بولس المعطي فبسخاء. العين البسيطة تنظر للأشياء الأبدية زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية صحيح 4، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. عين متعلقة بالسماء، عكس بقى العين الشريرة بعد عنكم، يعني العين بتاعت امرأة فوتيفار شافت في يوسف حاجات غلط. يوسف انسان امين وقديس وطاهر ومخلص وذكي ولبق ومتحرك
ولد حلو كده، حاجة تفرح القلب. هي ما شافتش فيه غير الشهوة، عين شريرة، عين زي عين حواء التي رأت الثمرة فأغرتها للمخالفة. شايفة حاجة غير اللي ربنا قايلها. وزي عيسو لما شاف العدس باع البكورية، عين شريرة، عين زي عخان ابن كرمي اللي خان خيانة في الحرام وأخذ حاجات سرقها ودفنها في الخيمة بتاعته. عين التذمر بتاعة بني إسرائيل لما تذمروا على الأكل في البرية. عين القساوة زي الغني اللي قسي على العازر المسكين. عين الاستهزاء زي الناس اللي شافوا المسيح معلق على الصليب فاستهزأوا به. عين الانتقاد، ودي ما أكثرها، واحد داخل الكنيسة لا سمع وعظة ولا صلى لكن شايف حاجات غلط، مش شايف أي حاجة غير الأخطاء، عين فاحصة للأخطاء، زي الفريسي اللي انتقد المرأة الخاطئة التي اقتربت من المسيح، وزي الأخ اللي كان شغال وانتقد صاحب الكرم لأنه أعطى أصحاب الساعة 11 دينارا، نفس اللي اداه لأصحاب الساعة الأولى، انتقد فقال له إيه صاحب الكرم؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ عينه شرير، ما تسيب الناس تاكل عيش. عين التعالي زي نبوخذ نصر اللي لما شاف بابل العظيمة قال هذه بابل اللي بنتها باقتداري. عين البر الذاتي مثل أيوب اللي كان حاسس بنفسه نبار. وعين تنظر إلى الوراء مثل امرأة لوط. هي دي العيون الشريرة. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. كلمة جسدك يقصد بيه كيانك كله، تصرفاتك كلها تكون نيرة. وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، تصرفاتك كلها تبقى مظلمة. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يعني الحتة الحلوة اللي فيك بقت وحش، ومال بقى الوحش يبقى شكله ايه؟ وبعدين يدخل تاني يقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. احنا عندنا في المثل البلدي يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. فالمركب هي حياتي، لو فيها رئيسين الله والمال تغرق. هسمع كلام مين؟ مين اللي هسمع كلامه ومين اللي هرفضه؟ ما هو ممكن ربنا يطلب مني حاجات ومن المال يقول لي لا الحاجات دي ما تنفعش. يعني مثلا ربنا يقول لي لا تهتموا للغد، والمال يقول لي لا 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 لازم تهتم للغد. الله يقول لي لازم تدي صدقة، والإله بتاع المال يقول لي لا لا اوعى تدي حاجة، اما اللي انت تتعب وتدي غيرك. هتلاقي الأوامر مخالفة لبعضيها. فازاي أخدم السيدين؟ اما ان يبغض الواحد ويحب الآخر، او يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. مشكلة المال في الانشغال به. واحد مشغول بالمال فينسى ربنا. يا عم فلان مش بتيجي للكنيسة، يقول لك أصل أكل العيش. أكل العيش إيه؟ ده راجل غني وعنده مشاريع والشغلانة واسعة قوي، يعني مش بيجتهد عشان يعني ياكل لقمة. ده عامل زي الغني الغبي، بعد عنكم، اللي اتكلم عنه السيد المسيح في انجيل لوقا اصحاح 12. يقول انسان غني اخصبت كرته
ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع في أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، عمال يوسع المصانع والشركات ويفتح فروع جديدة. ربنا يوسع، بس ده على حساب أبديتك. طب تعال احضر الكنيسة، صلي، ادي جزء حتة كده لربنا. يقولك: لا أنا مش فاضي ربنا. وفجأة يقع ميت، كل الحاجات دي تتوزع على الناس وهو يطلع بلا شيء. عشان كده يقول معلمنا بولس الآية المشهورة اللي انتوا حافظينها في تيموثاوس الأولى صحاح 6: محبة المال هي أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. المشكلة في إيه؟ محبة المال. لأن في آباء كثيرين في تاريخ الكنيسة وفي الكتاب المقدس كانوا أغنياء. يقول: إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. ليه؟ عشان الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. بعدين يقولوا: أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا. اهرب من محبة المال. وأحيانا المال بسبب التكبر، يعني يبقى واحد كويس كويس معانا وفجأة كده ضربة تخليه يطلع فوق فيتكبر على الناس. ودي اللي قالها السيد المسيح في المثل بتاع الزارع. يقول: المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وبعدين هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. غرور الغنى. وممكن يكون مشكلة المال في الطمع وعدم الاكتفاء. يقول لك: البحر يحب الزيادة، فكل ما بيزيد مش شبعان. الأول كان نفسه يبقى عنده مبلغ معين كده في البنك، بس إيه، للأيام يعني. المبلغ دوت في نظره ما هو قليل، عايزين يكتر، كل ما بيكتر هو قليل لسه في نظره، فالحكاية مش بتشبع. الطمع وعدم الاكتفاء اللي سماها الكتاب المقدس عبادة أوثان. وأيضا من مشاكل المال يعلم الناس البخل. شيء عجيب جدا بلاحظه إن أكتر ناس يعطوا عطايا هم الفقراء أكتر من الأغنياء. ده حتى في مثل بلدي يقول لك: الفقر يقول لك بعزنه. يعني إيه؟ يعني الغني يطلعها بالقطارة، والفقر يقول لك: يعني هي جت على دي يا عم، سيب بقى ما خلاص. فتلاقي الناس اللي هم على قد حالهم هو اللي بيدي عطايا وبيتبرع، والتاني الغني بخيل. الغنى علمه البخل والشح. وأيضا عكس دي مشكلة المال التبذير، زي الابن الضال اللي اتقال عنه ان هو كان بيعيش بيبذر بيعيش مسرف. وطبعا العيش المسرف دوت كان بيصرف امواله في الخطية، الخلاعة والنجاسة والخمرة والقمار. يبقى المال هنا ما كانش سبب بركة في حياته، اتعبه. احيانا بعض الناس الاغنياء ما يعرفوش يربوا ولادهم كويس. يقعد يدي الواد كل اللي يطلبه فيطلع متدلع ومش شديد، رخو، والحياة بالنسبة له سهلة، فأي مصاعب يقابلها في الحياة يفشل بسرعة. بينما يمكن الإنسان اللي على قده ويقول له: يا ابني معلش بلاش الطلب ده مش هقدر عليه،
والولاد خلاص يلم نفسه، حاسس ان هيزنق ابوه، يطلع فاهم ان الحياة مش كل حاجة بيطلبها بتجيله. وبعدين بقى اللي هو ابوه عمال يديله مصروف كتير، يا ترى بيصرفه في ايه؟ تبص لا، اشترك في نادي من النوادي اللي هي الاشتراك بتاعها برقم يخض، وهناك يتلم على ناس زيه ويشربوا المخدرات ويعملوا حاجات مش كويسة، يبقى المال هنا أفسد الولد لدرجة الأب يقول يا ريتني كنت فقير ويطلعوا أولادي كويسين أحسن من كده. وأيضا من مشاكل المال الناس اللي بيسلفوا بالربا، دي خطية فظيعة. لأن بيسلف بالربا معناها إيه؟ معناها واحد مزنوق وأنا بفك زنقته، بس إيه؟ هاخدها بقى فلوس. طب ما أنا مزنوقة زيادة، مزنوق زيادة. أنت من حقك تاخد أرباح على فلوسك لو كان حد هياخد يشغلها، تبقى أنت شريك برأس المال. لكن واحد عنده زنقة مالية وقال لك انقذني، تقول له طب هديهم لك وتديني حتى سعر البنك، طب ما حرام. وأيضا المال أحيانا بيخلينا ناخد عزائنا أو خيراتنا على الأرض فمبقناش مكافأة في السماء، زي ما قال السيد المسيح: ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتوا عزاءكم. خلاص خدت اللي ليك. ولما قال للغني في مثل الغني والعازر: لأنك استوفيت خيراتك في حياتك. المال بيبقى نعمة لما يكون الإنسان حطه تحت رجليه مفكر في السماء وعمال بيستخدمه في خدمة الآخرين. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، اوعى يكون المال سيد ليك، خليك أنت سيد عليه. ونمرة الآية 25: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. هنا عدم الاهتمام يقصد بيها عدم القلق، لان مفروض ان احنا نهتم، لان الانسان الذي لا يهتم هيبقى انسان بليد او متواكل. الكتاب المقدس ما علمناش ان احنا نحط ايدينا في المية البرد، لكن هنا السيد المسيح بينبهنا ضد الاهتمام اللي فيه قلق. في سفر الأمثال إصحاح 31 يتكلم عن امرأة فاضلة: من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. بتعمل إيه دي بقى؟ تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، مهتم. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا، تعمل لنفسها موشيات لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. كل الصفات دي بتاعت شخص مهتم، واحدة مهتمة. فالكتاب بيعلمنا ان احنا نكون مهتمين. ايضا في سفر الأمثال إصحاح 27-23 يقول: معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. يعني الواحد يبقى كده مهتم. وآيات كثيرة
أمال إيه السيد المسيح بيقول لا تهتموا لحياتكم؟ يعني الواحد كده بقى ينام ما يهمش الأكل ولا الشرب ولا اللبس. يمكن الآية في إنجيل لوقا إصحاح 12 بتوضح أكتر. الآية 29 يقول فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا. يعني المقصود بها الإيه؟ القلق. الهموم اللي ممكن تهدد حياتنا وتنزع منا السلام هم المال وهم الطعام والملبس والصحة والمستقبل. ربنا بيقول ما تعولش هم في دي. أنا بتخيلها زي شاب طلع مع أسرته رحلة، رايحين يتفسحوا في اسكندرية، فقال له يا بابا أنا ممكن أسوق في الطريق. قال له طب لا، اديني فرصة أنا هسوق وأنت تمتع بالرحلة، اقعد مع اخواتك واضحكوا وكلوا واشربوا والعبوا جوه العربية واتفرجوا على المناظر وأنا هبقى قاعد مركز في الطريق. فربنا بيقول لنا كده. أقول له ممكن يا رب أعول هم حاجة؟ يقول له طب أعول هم ليه؟ ما أنا معاك، أنا اللي هسوق العربية وأنت عايش اتمتع بالعيش، الرحلة اللي أنت ماشيها من هنا لغاية السماء خليك مبسوط، ما تعولش هم، أنا اللي هسوق. ده ربنا اللي يقول كده. عشان كده يقول لنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ الله أعطانا الحياة، بقى اللي اداني الحياة مش هيوفر لي الأكل، واللي اداني الجسد مش هيوفر لي اللبس بتاعه. انظروا إلى طيور السماء نموذج، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ يا بخت العصفور الطاير، ويا بخت الإنسان اللي يعيش في الحياة زي العصفور الطاير، فيش حاجة تلوث رجليه وفيش حاجة تشغل باله. يوصل العصفور كده بيطير وينزل يأكل حباية ويطير تاني، عمال يزقزق ويغني ويطير ويتنطط، مش عايل هم حاجة. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحدة؟ مين فينا لما بيهتم هيعمل حاجة؟ هيعمل ايه؟ واحدة قاعدة حاطة ايدها على خدها وزعلانة ومهمومة، ليه بس؟ أصل الواد عنده امتحان بكرة. طب والهم ده هيعمل ايه يعني؟ ده احنا نقوم ونشجعه ونبقى فرحانين ونديله تفاؤل جميل كده. لكن لما يشوفك قاعد عيل الهم هو نفسه يضطرب. ولماذا تهتمون باللباس؟ هنا يقصد بها برضو الزينة الزيادة والاهتمام المفرط بالملابس. ده في ناس عندها مرض اسمه التسوق، شوبينج، تحب تنزل وتكوش على كل حاجة جميلة وتتشال في الدولاب. تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ طب هيلبسني وأنا قاعد في بيتنا منزلش أشتري ولا أهتم؟ حقيقة أجمل ملابس يلبسها الإنسان هي ملابس الفضيلة. الناس جايز لأول وهلة يلتفتوا إلى ملابسك ويقيموك حسب لبسك، الراجل ده محترم أوي، الأخت دي شيك أوي، لكن بعد شويتين هيقيموك على فكرك مش على لبسك. وزي ما قلت لكم قبل كده، مش مهم الناس بيستقبلوك إزاي، المهم بيودعوك ازاي. انت دخلت في مجتمع جديد والناس قاعدين كلهم انبهروا منك عشان لابس وفي روائح طالعة منك وحكاية كده، وبعدين بعد ما قعدت واتكلمت حس ان انا انسان تافه وما استاهلش الاعجاب ده كله، فودعوني بالاحتقار ولا العكس، وانا داخل ما لفتش الانظار محدش اخد باله،
لكن في وسط القعدة وأنا اتكلمت الناس بدأت تقول إيه الراجل الحكيم اللي بيتكلم ده، ويودعوني بالإعجاب. مش مهم بيستقبلوك إزاي، الاستقبال دايما يعتمد على المظهر الخارجي، والتوديع دايما يعتمد على الاقتناع الداخلي. فالله الذي يلبس الزنابق، زنابق الحقل، كل الجمال اللي أكتر من سليمان، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان، يلبسك الحكمة، يلبسك الوداعة، يلبسك المعرفة، يديك جمال كده في الوجه، جمال الروح مش جمال التقطيع. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن باكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. عايز يقول ما تسويش نفسك بأهل الأمم اللي هم ملهمش أب سماوي، ما تسويش نفسك باليتيم اللي ملوش أب سماوي وعمال يهتم بأكل عيشه، لكن أنت بالذات ليك أب يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب أعمل إيه؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لك، تزاد لكم، يعني من غير ما تطلبها هتجيلك. ركز أنت بس في ملكوت الله وبره. محبة العالم عداوة لله، لكن أنا لازم أعيش مرتبط بملكوت الله. كلمة ملكوت الله معناها ما يخص الله. اهتم بأبديتك، اهتم بحياتك الروحية، اهتم بالصلاة، اهتم بالإنجيل، اهتم بخدمة الناس، وهذه كلها تزاد لك. هتلاقيها جات لك لوحديها، زقها ترجع لك. عامل زي الكلمة اللي قالها أحد الآباء من جهة الكرامة، ونفس الكلام ينطبق على المال. يقول لك اللي يجري وراء الكرامة تهرب منه، واللي يهرب منه تجري وراه وتحصله. فبرضه اللي يجري وراء المال، المال يهرب منه، واللي يهرب من المال، المال يجري وراه ويحصله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. اعملوا زي سليمان الحكيم اللي طلب من ربنا الحكمة، قال له اعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا، فحسن الكلام في عيني الرب. وقال له من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. بس كده يقول لا، وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. طلب أولا ملكوت الله وبره، فاداله ملكوت الله وبره، واداله كمان إيه؟ هذه كلها تزاد لكم. ويقول داود في المزمور أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. ليه؟ لأن الصديق طلب ملكوت الله وبره، فربنا اداله الخير الكثير. في إنجيل مرقس إصحاح 10 السيد المسيح قال لهم يا بني ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. فقالوا من يستطيع أن يخلص؟ فقال لهم عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. فبطرس قال له إيه؟ طب احنا تركنا كل شيء وتبعناك. فالسيد المسيح قال له ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجل ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف الان
هذه اللي هي ايه؟ تركوا كل شيء من اجل ملكوت الله وبره، فربنا يديهم 100 ضعف الان في هذا الزمان، بيوتا واخوة واخوات وامهات واولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. يعني ربنا مش هيسيبنا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وما تعولش هم الباقي، هذه كلها تزاد لكم. هتاخد 100 ضعف. ما تربطش نفسك بالعالم، لان الكتاب بيقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهوته، واما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت الى الابد. ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب. فالواحد يترك العالم تلاقي الدنيا تحت رجليك بتخدم عليك، وفي نفس الوقت ضمنت المستقبل الابدي، حاجه في منتهى الحكمه والنصاح. لكن واحد تاني مش بيبص غير تحت رجليه، خليك باصص في الطين وفي التراب تحت رجليك، مش باصص للمستقبل الابدي. اطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، ده وعد من المسيح. مفيش صديق تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. ويختم بكلمة فلا تهتموا للغد، ما تعولش هم بكرة، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. كلمة شره معناها متعبه واهتماماته وما يشغله، مش الشر بمعنى الخطية. يكفي اليوم اهتماماته، بكرة ليها حل وبكرة ليها رب، وربنا اللي ساعدك النهاردة هيساعدك بكرة. ايه اللي مخليك عايل هم بكرة؟ ملخص كل